اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع دكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ. دكتور، يمكن اكبر المشاكل واكبر صداع بيقابل اي اداره بالذات الاتحادات وليست الانديه، وبعض الانديه طبعا بس الانديه مش الجماهيريه، هي التمويل والوضع المالي. طمنا على الوضع المالي في الاتحاد، هل عندك مشكله فلوس الحكام البطولات؟ كلمنا عن الوضع المالي. لا احنا الحمد لله يعني موقفنا المالي كويس جدا جدا، ويمكن حضرتك انا عملت حاجه اذكرها برضو. اتفضل. احنا لما بيجي شركات الانديه للاتحاد بيبقى من ضمنها في المرتبات او المكافئات بتاعه الحكام، بند مكافئات الحكام. اه تمام. ما كانش بياخدوه شهري، كان بيتاجل من سنين وبتصرف. يعني انا رحت لقيت من 2013 و2014 خبر متاخرات. فاحنا عملنا حاجه كويسه جدا جدا بعد موافقه الوزاره، لان ممنوع ان انا اعمل حسابين للاتحاد في بنكين. تمام. فعملنا خدنا موافقه الوزاره، الاشتراكات بتاعت الانديه بتيجي بروح فاصل فلوس الحكام اوتوماتيك وفتحت بيها حساب في بنك مصر، بقت باسم الحكام، وعملنا لهم فيزا زي النادي الاهلي لما بيعمل بيدخل يدخل يقبض بفيزا. الله ينور عليك. كل شهر ينزلوا حكم خمس ست ماتشات، خلصنا ولا مفيش متاخرات ولا مفيش من ده. المتاخرات كلها دلوقتي انا بحاول اخلصها، وان شاء الله اخر حاجه متاخره تقريبا يعني ان شاء الله هتتصرف في الشهر ده او الشهر يعني الجاي. يعني حضرتك سددت كل المديونات على الاتحاد؟ اه الحمد لله الى حد ما، يعني مديونات كلها ما كانتش بتاعتنا. احنا ما كانش ارث حضرتك خدته. الحمد لله. طبعا الحكام النهارده بقى عندها استقرار، انه عارف كويس قوي انه فلوس هتجيله كل شهر، مش هيبقى يبقى لي بقى لي سنتين. لا الكلام ده مش موجود. ليه؟ انت كان النادي بيدفع لك فلوسك مقدم، انا اخدها ليه واستعملها في غيرها وارجع بعد كده خليك تجري ورايا عشان تاخد فلوسك؟ الله ينور عليك. جالك فلوسك يبقى لازم اديها لك. فبالتالي اتعملت حساب في بنك مصر، وعملنا الحساب ده على اساس ان كل واحد يتعمل له فيزا، وكمان دخلناه حساب يومي، بمعنى انه مثلا اخر الشهر مثلا لو هو ليه قرش هيبقى ليه قرش ومثلا وشويه، اللي هو حساب يوم بيوم. حساب يوم بيوم. يعني يا دكتور حضرتك حليت مشكله وصداع. هو مش انا، هو المجلس الاداره. طبعا عارف انا بكلم مين. والدكتور مش هقول لا هقول انا مجلس ادارتي واللجنه بتاعتي. انا عارف طبعا حضرتك طبعا اكيد بتنسب الفضل للمجموعه، ودي طبعا هي ودي حقيقه. المجموعه اكثر من رائعه، يعني المجموعه مش هتتكرر تاني. حقيقه